أخوكم بولعيد لاعب وفاق سطيف. راني فرحان كي سنيت في وفاق سطيف، فريق كبير معروف في الجزائر ومعروف إفريقيا، وإن شاء الله نقدموا موسم مليح إن شاء الله. عدة عروض وأنا اختاريت وفاق سطيف لأنه فريق كبير ونلعبوا شامبيونز ليغ، وإن شاء الله نحققوا شامبيونز ليغ هذا العام. الفريق هذا يسمح لي باش نبرز ونزيد نبين الإمكانيات تاوعي، وإن شاء الله لما لا الاحتراف يكون بوابة وفاق سطيف، وإن شاء الله الفريق الوطني اللي هو حلم كل لاعب جزائري. الصراحة كانت قصيرة ومريحناش بزاف باسكو ما عداش بزاف ملي كملنا الشامبيونا وبدينا لونترينمون. تما دروك لونترينر هو يعرف كي يجيري الجروب ويديرنا في جاهزية لي كومبيتيسيون لي غادي. الاستقبال كان مليح وصدق قاموا بيا غاية لاباس، والحمد لله ان شاء الله نكون عند حظ كيفي باش نلعب لاكوب دافريك، وصافي ان غرون بليزير تلعب كوب دافريك وان شاء الله نتألق في هذه المنافسه ان شاء الله. لونطونت ايكيب كبيره، وقبل ما نجي لونطونت كنت زعما مشوق باش نجي نلعب في لونطونت، والناس قاعده تهضر عليها بالخير وكاين بزاف جواره من لونطونت احترفوا ولعبوا في ليكيب ناسيونال. هذه اللي كانوا العام اللي فات عندهم مستوى مليح والعام اللي فات شفتوا كانوا داروا بون سيزون، وان شاء الله حنا اللي جينا جدد نزيدو نعاونوهم ونمدو ان بلوس. بهذا الريكريتمون اللي داروه لونطونت هذا العام راني نشوف بلي زعما داروا ريكريتمون شباب ونجمو نلعبوا على لي تروا تيتر نورمال، نجمو نروحوا بعيد في لي تروا كومبيتيسيون. نشكر فريق وداد تيليمسان على كاع المشوار تاعي اللي فوت له تما واللي عاونوني، والحمد لله انا مديت كاع اللي عندي في وداد تيليمسان والحمد لله حققنا البقاء وقعدنا في النصر الان، ونتمنى لهم التوفيق ان شاء الله في المشوار تاعهم.